مسيو. ايوه مسيو، انت اسمك ايه؟ جورج. عايزه حاجه يا ايفا انطوان؟ ايوه ايفا. انا عاوزه درس. درس؟ انت لسه لحد تاني نفسك؟ انا متعوده اخد دروس في كل المواد من ايام ما كنت في اولى ابتدائي، وكمان السنه فات منها مده ويا دوب الحق الم نفسي. طب استنى لغايه ما اكون مجموعه جديده، علشان كل المجموعات عندي كامله العدد. لا انا عايزه اخد لوحدي، وبالنسبه للفلوس مفيش مشاكل. طيب ده الكارت بتاعي في موبايلي ونمره البيت، خلي ماما وبابا يكلموني في اي وقت. ليه؟ هو انا ما انفعش؟ لا انت الخير والبركه طبعا، بس خليهم هم يكلموني يتفقوا معايا. اوكي؟ اوكي. يا دوبك تخش عشان شايف مسيو اسعد بتاع الشميه دخل. اوكي؟ ايه ده؟ ايه اللي جاب عربية رشا هنا؟ هي قالت انها هتعمل شوبينج، بس دي بتقول المحلات هنا ذوقها هيقرف. جايز عندها مشوار؟ جايز. صباح الفل. كنت عايز اسال حضرتك بس، ميدان روكسي فين؟ على طول عشان ده بعيد بقى. لا ده قريب. طب معلش، انا مغترب عن هنا خالص، يعني انا اساسا من راس البر يعني حضرتك، وجيت اركب الطفطف ف طفطف احنا مشهورين بالمشبك، قصرين احنا في راس البر عندنا مشبك. فبس فيعني عايز ايه يعني؟ اي حضرتك مساعده يعني عشان اعرف ارجع بلدنا، واخد بالك؟ حضرتك اوعدك في اقرب فرصه يعني بجيب لحضرتك مشبك. شكرا. هاي يا روحي، اتغديت؟ انت عارفه من غيرك ما يجيليش نفس. خش غير هدومي وبعدين اخبر لك السفر. على مهلك يا حياتي. انت جيت قبلي بكتير؟ لا لا، نص ساعه بكتير. انت اخبارك ايه؟ ابدا، من الصبح في النادي مع جيهان ورانيا. كانش عندك مشاوير النهارده؟ كان عندي بس كسلت، فضلت قاعده في النادي. وانت مش هتقوم تساعدني في تحضير السفره؟ طبعا يا حبيبتي، اسبقيني وانا هحصلك. ما تغيبش. ده رقم الموبايل بتاعي، اذا كلمتيني هكون اسعد انسان في الدنيا، واذا ما كلمتنيش اوعدك اني مش هضايقك تاني، وهكون اتعس انسان في الدنيا. انا اسمي احمد ابو النور. ايه ده، هي لسه بالبيجامه؟ يا ابني دي عيله. عيلة؟ لا مش عيلة، مش عيلة خالص، ده انت العيل. مساء الخير يا مسيو. هنبتدي فين؟ يريحك على السفرة يا مسيو؟
هي بتيجي بالطاقة علشان هو ده اللي بيقوم عليه منهج الجرامير كله. أنا بكره كل الجرامير. مش مهم تكرهيه ولا تحبيه، المهم تفهميه عشان. إيه مش هتردي؟ ده واحد بيئة ومصمم يتعرف عليا، شتمته وهزقته كذا مرة وهو ولا حاسس، مش عارفة أعمل إيه في البلاوي دي. عارفة تعملي إيه؟ إيه؟ تذاكري عشان تنجح. يلا نبتدي. كنا بنقول الطن. ده رقم الموبايل بتاعي، إذا كلمتيني هكون أسعد إنسان في الدنيا. ألو؟ أيوة يا فندم، أنا أحمد. مين؟ إيه ده؟ ده أنا ما صدقت إنك كلمتيني. ده عدى أكتر من أسبوع لدرجة إني خلاص كنت قربت أفقد الأمل. الساعة 9؟ خلاص اتفقنا، هتلاقيني مستنيكي قدام الباب. اوكي باي. ميرسي. انجي. اسمي انجي. احمد. اسمي أحمد. ده رقم الموبايل بتاعي، إذا كلمتيني هكون أسعد إنسان في الدنيا، وإذا ما كلمتنيش أوعدك إن أنا مش هضايقك تاني وحكون أتعس إنسان في الدنيا. أنا اسمي أحمد أبو النور. أنا مش مصدق إنك حفظت الكلام اللي كتبتهولك في الكارت. يمكن طريقتك في التعرف عليا شدتني وخلتني عايزة أقابلك عشان أعرفك أكتر. أنا اللي اتشدت لك من أول مرة شفتك فيها. عارفة. عارفة؟ عارفة إزاي؟ قريت ده في عينيك من أول مرة شفتك فيها، وكنت مستنية إنك تحاول تكلمني. للدرجة دي كنت مكشوف؟ أوي. بيتهيألي نبتدي نتعرف على بعض أكتر. تبتدي أنت ولا ابتدي أنا؟ ليديز فيرست طبعاً. شوف يا سيدي، أنا أساساً من اسكندرية واتخرجت من الكلية هناك. من وأنا في إعدادي كان نفسي أكون فاشن ديزاينر، عشان كده أخدت دروس في الخياطة والتطريز، وساعدتني أكتر دراستي للألوان في الفنون الجميلة. ومن 3 سنين نزلت مصر وفتحت بوتيك صغير، وأنا مصممة كل اللبس اللي فيه، وعندي زبايني هما يمكن مش كتير بس بيحبوا شغلي. وإنت بقى؟ أنا يتيم الأب والأم،